السلام عليكم. كما كتشوفوا حنا متواجدين بالمركز ديال التحقن ديال الدم. صراحة الله كما كنشوفوا تبارك الله العدد الهائل ديال الناس اللي حركها، ماشي غير الجانب الانساني، لان هذا الشيء هذا صراحة الله واجب واقل واجب نقدروا نديروا. كما كنشوفوا العدد المهول ديال الوفيات، صراحة الله ما علينا نقولوا الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنة ويصبر الاهل ديالهم. الدعوات ديالنا معاهم، والناس كنطالبوا الناس كاع الساكنه ماشي غير ديال المغرب كامل انهم يساهموا في التبرع، لان بالتبرع هذا كنقدوا واحد العدد كبير ديال الارواح اللي في حاجه ماسه لهذا التبرع ديالنا. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما تكونش شي هزات في هذه الايام هذه، لان صراحه الله الدرجات كانت عاليه، وان هذا الشيء صراحه الله خطر بزاف. واللي غنقولوا الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه، والله يحفظ البلد ديالنا وسائر بلد المسلمين كافه ان شاء الله. اولا كنقدم التعازي ديالي للضحايا ديال زلزال اقليم الحوز، وكنتمنى الشفاء العاجل للناس اللي هما في المستشفيات. اليوم منذ الساعات الاولى ديال هذا النهار هذا كان هناك توافد كبير للمواطنين الى مراكز تحقن الدم من اجل التبرع بالدم لفائده ضحايا الزلزال. الحمد لله كانت أعداد هائلة اللي توفدت، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المواطنين المغاربة عندهم حس عالي ديال التضامن. وصلنا للعدد اللي العدد كبير ديال المتبرعين كيف ما قلت. غير هو أنا خصني اللي بغيت يفهموا المواطنين هو أن مراكز تحقن الدم عندهم واحد الطاقة استيعابية معينة ما يمكنش يتجاوزوها، هذا باش نتفاداو إتلاف أكياس الدم وباش جميع الأكياس اللي غادي ناخذوها يستافدوا منها المحتاجين إليها. لذلك فأنا كنطالب من المواطنين أنهم يتفهموا بأنهم إذا جاوا لمراكز تحقن الدم وقالوا لهم بأن صافي يمكنهم يرجعوا الغد ليه ان شاء الله ولا بعد غد، فهذا يعني انهم صافي وصلوا لواحد الطاقه استيعابيه معينه اللي ما يمكنهمش يفوتوها، لان كما كنسمعوا فالضحايا هما في عدد الضحايا في تزايد مستمر، يعني الحاجه الى الاكياس غتستمر في الاسابيع المقبله. لذلك فانا كنطالب بانهم الناس يجيو بصفه متفرقه يعني على طول الاسبوع ان شاء الله. احنا الهدف ديالنا اليوم جينا نتبرعوا للناس الضحايا والمصابين، من هذا المنبر كنترحموا على جميع الضحايا، وكنقولوا للناس يعني المزيد انهم يجيو يتبرعوا ويزيدوا يتبرعوا بكثافه. وكنشكروا كاع الناس القائمين على هذا الواجب الوطني، وكنقول لهم وباقي كنعاودها ونقول ان الناس باقي يجيو يتبرعوا. بونجور، اليوم جيت لو سنتر ديال عرفان بوغ مفير pour faire des prélèvements et faire des dons de sang. حيت حنا عندنا الحمد لله في الرباط ما قاسناش بزاف لو ترامبلومون دو تيغ، ولكن كاينين بزاف المناطق بحال ديال مراكش وتارودانت اللي بزاف الناس ماتوا فيها، وبزاف الناس كي سون بليسي اي ايزون بوزوان دو سان، اي ان ايتان كابابل اي ان بون سانتي بور لور دوني دو سان. J'encourage tous les Marocains à se retrouver dans les centres de vaccination les plus proches pour pouvoir donner leur sang. Salam alaikum. جينا هنا باش نتبرعوا بالدم باش نعاونوا الناس اللي مساكن مجروحين في هذا الزلزال اللي ضرب بلادنا. الصدقة خاص الناس كاملين يديروا بحال هكا، مزيان نديروا بحال هكا، نصدقوا على الناس، هذه راه مبادرة مزيانة، والله يحفظ بلادنا والله يحفظ جميع المسلمين.